ولما كانت الليلة الرابعة عشر من ليالي ألف ليلة وليلة، اتخذ شهريار مجلس الليلة الماضية، فأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد لتقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع، وقالت: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن العبد الأسود عندما طلب من الساحرة أن تخلصه من أنين الأمير المسحور، فقالت له: سمعا وطاعة. فقامت وخرجت من القبة إلى القصر، وأخذت طاسة ملأتها ماء، ثم تكلمت عليها فصار الماء يغلي بالقدر، ثم رشته منها وقالت: بحق ما تلوته أن تخرج من هذه السورة إلى سورتك الأولى. فانتفض الشاب وقام على قدميه وفرح بخلاصه، وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت له: اخرج ولا ترجع إلى هنا، وإلا قتلتك، وصرخت في وجهه. فخرج من بين يديها وعادت إلى القبة، ونزلت وقالت: يا سيدي اخرج حتى أنظر إليك. فقال لها بكلام ضعيف: أي شيء فعلتيه؟ أرحتيني من الفرع ولم تروحيني من الأصل. فقالت: يا حبيبي، وما هو الأصل؟ فقال لها: أهل هذه المدينة والأربع جزائر كل ليلة إذا انتصف الليل يرفع السمك رأسه ويدعو علي وعليك، فهو سبب منع العافية عن جسمي، فخلصيهم وتعالي خذي بيدي وأقيميني. فلما سمعت كلام الملك وهي تظنه العد، قالت له وهي في غاية الفرح: يا سيدي، على رأسي وعيني. ثم نهضت وقامت وهي مسرورة وتجري، وخرجت إلى البركة وأخذت من مائها قليلا، وتكلمت عليه بكلام لا يفهم، فتحرك السمك ورفع رأسه، وإذ بهم صاروا آدميين في الحال، وانفك السحر عن أهل المدينة، وأصبحت عامرة والأسواق منصوبة، وصار كل واحد في صناعته، وانقلبت الجبال لجزائر كما كانت، وعاد كل شيء إلى أصله. ثم أن الساحرة رجعت إلى الملك في الحال وهي تظن أنه العبد، وقالت له: يا حبيبي، ناولني يدك الكريمة أو قبلها. فقال الملك بكلام خفي: تقربي مني. فدنت منه وقد أخذ صارمه، وإذ به طعنها طعنة قوية في صدرها خرجت من ظهرها، ثم ضربها فشقها نصفين. وخرج الملك بعد ذلك فوجد الشاب المسحور واقفا في انتظاره، فهنأه بالسلامة وقبل الشاب يده وشكره. فقال له الملك: تقعد مدينتك أم تجيء معي إلى مدينتي؟ فقال الشاب: يا ملك الزمان، أتدري ما بينك وبين مدينتك؟ فقال: يومان ونصف. فعند ذلك قال له الشاب: إن كنت نائما فاستيقظ، إن بينك وبين مدينتك سنة للمجد، وما أتيت في يومين ونصف إلا لأن المدينة كانت مسحورة، وأنا أيها الملك لا أفارقك لحظة عين. ففرح الملك بقوله، ثم قال: الحمد لله الذي من علي بك، فأنت ولدي، لأني طول عمري لم أرزق بولد. ثم تعانقا وفرحا فرحا شديدا، ثم مشيا حتى وصلا إلى القصر، وأخبر الملك الذي كان مسحورا أرباب دولته أنه مسافر إلى الحج الشريف، فهيأوا له جميع ما يحتاج إليه، ثم توجه هو والسلطان وقلب السلطان ملتهب على مدينته، حيث غاب عنها مدة سنة كاملة، ثم سافر ومعه 50 مملوكا ومعهم الهدايا الكثيرة، ولم يزالوا مسافرين ليلا ونهارا حتى انقضت سنة كاملة، فأقبل على مدينة الملك. فخرج الوزير والعساكر بعدما قطعوا الرجاء منه، وأقبلت العساكر وقبلت الأرض بين يديه وهنؤوه بالسلامة، فدخل وجلس على الكرسي، ثم أقبل على الوزير وأعلمه بكل ما جرى له مع الشاب وما قصته. فلما سمع الوزير ما جرى على الشاب هنأه بالسلامة، ولما استقر الحال أنعم السلطان على أناس كثيرون، ثم قال للوزير: علي بالصياد الذي أتى بالسمك، فأرسل إلى ذلك الصياد الذي كان سببا لخلاص أهل المدينة، فأحضروه وخلع عليه الخلع الكثيرة، وسأله عن حاله وهل له أولاد،
فأخبره أن له ابنا وبنتين، فتزوج الملك بإحدى بنتيه وتزوج الشاب الأخرى، وأخذ الملك الابن عنده وجعله خازن دار. ثم أرسل الوزير إلى مدينة الشاب التي هي الجزائر السود وقلده سلطنتها، وأرسل معه 50 مملوكا الذين جاءوا معه وكثيرا من الخلع لسائر الأمراء والوزراء. فقبل الوزير يديه وخرج مسافرا، واستقر السلطان والشاب. وأما الصياد فإنه قد صار أغنى أهل زمانه، وبناته زوجات الملوك إلى أن آتاهم الممات. ولكن ما تلك القصة بأعجب من قصة الحمال؟ وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبكده تخلص حلقتنا النهاردة. أتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير واشتراك في القناة، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.